مبرة مبرة محفرة كيف ما كتشوفوا، طلميت غلي تبارك الله، جايه في الباج، باج ماغو كما كتشوفوا على شكل ري هكا. فيهم هادو كيلمطوا شي 4 ديال الحوف تقريبا، فيهم متراج كبير. بالنسبه للمخاد فيهم السفيفه والشوشات بحال هكا، السفيفه ديالهم زوينه عريضه، والطلامط راهما في حاله جيده كما كتشوفوا، راه ما كاينش العيب بصفه نهائيه، زوينين ما شاء الله. طلميت محفر ديك المبره اللي محفره، ما ثقيله ما خفيفه، يعني ساهله حتى في الهزان. بالنسبه للمتراج ديالها، طلميت الاول فيه 4 متر و50، يعني 4 متر ونص، كيلمط جوج الحوف. والطلميت الثاني فيه 3 متر، والطلميت الثالث فيه 2 متر، يعني راه شي 5 ديال الحوف اللي كيلمطوا تقريبا او اكثر. بالنسبه للمخاد فيهم 12 مخده ديال 70، وبالنسبه للمزاود فيهم 4، هما دايرين 1 2 3 4، 4 ديال المزاود، والمخاد 11 ماشي 12. اللي بغاتهم مرحبا. بالنسبه للثمن ديالهم 800 درهم، 16000 ريال. طلامط ديال المبره وداره كبيره كما كتشوفوا، العيب ما كاينش. الثمن ديالهم 16000 ريال. اللي تواصل معايا على 0771 24 80 85، والارسال جميع المدن ان شاء الله. مدينة سلا. هاد الماغو هذا بحال ماغو كريمي، يعني بحال ها هي كما كتشوفوا، البيج والماغو كريمي. المخاد الاخرين هما كاملين هنا، لوين فيهم غزال ما شاء الله. اللي بغاتهم مرحبا. السلام عليكم. كاين هاد الطلامط هادو، 3 ديال الطلامط ديال 2 متر في الواحد، توب فحال شكل ديال الكمخه كما كتشوفوا، يعني فحال شكل داك الساتا. هو غليظ شويه، غليظ، كيجيو كيتماوجو هكا تبارك الله، كيسنيو كلهم. فيهم دو فاس، كاين هاد الفاس هذا بحال العكري، هذا العكري والباج، يعني بحال الكرونه شويه مفتوح على الكرونه والباج. وعندهم الفاس الاخر على هذا الشكل هذا بحال هكا، يعني في الباج ومرشوش هكا بالكرونه. وبالنسبه للمخاد، ها هما المخاد عندهم ديال 70، فيهم 7 ديال المخدات و3 ديال المزاود على هذا الشكل هذا، مزاود دايرين 3. طلمطات في حاله جيده، نقيقين كيف ما كتشوفوا، اللوين ديالهم ما شاء الله عاطي، كيجي كله هكا كيتماوج. الثوب ديالهم زوين، ما فيهمش شي حاجه ديال العيب بصفه نهائيه. المهم اللي بغاتهم مرحبا. بالنسبه للثمن ديالهم 400 درهم، 8000 ريال ثمن ديال البيع ديالهم. 3 طلامط 2 متر في الواحد، 7 المخاد، 3 المزاود، والارسال جميع المدن. شحال من واحد كيسولني الارسال، كتقولي جميع المدن، يعني راه عليك، راه كاين الفرق. مثلا الا كانت الدارة فيها من 1000 درهم من الفوق، ممكن تكون عليا اولا نخلصوها بجوج. اما دارت بحال هكذا صغار، راه ما يمكنش هاد الثمن هذا ونزيدو نخلصو لها لي فريزو، ما يمكنش. فهادو كيبقى الارسال ديالهم 40 درهم، وهما 400 درهم، واللي قريبه راه غادي تجي وغتاخذهم. مرحبا بالجميع. السلام عليكم. عندي هاد الطلامط هادو مبرة في الباج والكري،
باش هاد الخدادي هاد الميطه ضرب على الميتر بجوج طلامط ديال جوج الميتر، جوج الميتر و 10 سنتيم، جوج الميتر و 10 سنتيم باقيين نقيين، هما مستعملين ولكن باقيين بحال جيده. المينيات هما في الكريه ولكن عاد يتخيطوا، نبغاهم مرحبا. الثمن ديالهم 17000 ريال، 10 الخدادي المبرة وجوج في الكريد القنوت و4 المينيات و3 ضرب على الميتر، الميطه ديال جوج و10، الميطه ديال جوج و10، الميطه ديال جوج، الثمن 17000 ريال. السلام عليكم. عندي هاد الطلامط هادو البيه المبهجة، كاينة الميطة ضرب عاد الميتر، في الميطة ديال تلاتة دالميتر، في الميطة جوج دالميتر، عشر الخدادي باقيين نقيين، الثمن ديالهم 17000 ريال. النمرة التليفون 07 09 20 16 68. عفاك اختي، عندي واحد لاغوط ديال الكوزينه، ها هي لاغوط، ها هي اختي راه باقا جديده ما عمرها تستعملات، ها هي الشكل ديالها اختي، ها هي بالكرتونه ديالها، ها الكرتونه ديالها، ها هو اختي هاد الشكل ديالها، ها هي ها الماركه ديالها اختي، باقا جديده عمرها تستعملات، ها هي اختي، ها اختي ها البياسات ديالها، هما هادو ديالها، شتي مع الكتاب ديالها، هايا ها الماركة ديالها، اللي بغاها اختي مرحبا بيه، هايا لاغوط ديال الكوزينة، هاي اللي بغاها مرحبا بيه، تمن 250 درهم، اختي راه بقا جديدة منستعملهاش، راه مشريه بكتار من داك التمن، هايا اختي، لاغوط تمن 250 درهم، الهاتف 0 40 15 34 74، كازا الحي محمدي، شكرا، بغيت شي حاجه مرحبا بيه. عليكم اخوات، السلام عليكم صاحبه القناه، اليوم عندي هاد الشويات في البلوغوا، هذه الطاي ديالها 40، راه طويله البنات، فيها الفرافر بالجناب، وهذه في الموف هو اللي خارجه الصيف، الطاي ديالها 38، حتى هي طويله، فيها الفرافر بالجناب، ثمن 50 درهم. تليفون 06 73 90 68 73، بغات شي حاجه مرحبا. البنات كاين هاد الكسيوه، ها هي طويله، الطاي ديالها 40، راه طويله بالنسبه للمحجبات، وعندها الحزيين ديالها كميمات، هاد الخضراء اللون ديالها واعر، غير التصوير ما عطاهمش الحق ديالها، زوينه الكسيوه، الكميمات بلاستيك والحزيين 70 درهم الوحده، راه طويله بالنسبه للمحجبات اللي بغاو يخرجوا بهم الفولار، زوينه. الاخوات السلام عليكم صاحبه القناه، عندي تسريولات، هادو راه هما اللي خارجين هاد الصيف، هذا الجين وراه الجين كيبان بحال الثوب رطيطب بزاف، كاين هذا حتى هو ثوب، هوايا واحد هذا طروا اكس ال، هذا دوبل اكس ال، الثمن ديالو 100 درهم الواحد. تليفون 06 73 90 68 73.
بسم الله السلام عليكم. كاين هاد الطلامات، طلام جداد ما مفرشينش، يلا مخيطين طلايم طات جداد ومبهجين كما كتشوفوهم. هاد الرسم غزاله لوينات مفتوحه وزوينه. انا بعدا كيعجبوني هاد اللوينات في التفريشه، وكل وذوق عاوتاني. ممكن تشوفوهم راه كيما قلت راه ما مفرشينش، راه يلا مخيطين ثلاثه طلامط. كل طلميطه فيها 2 متر، كل طلميطه فيها 2 متر، وفيهم 9 مخاد. المخاد ديالهم مخاد راه كبار، هما ها كاين 9 مخاد. بالنسبه للثمن البيع من الاخر هو 500 درهم، 500 درهم ثمن البيع. فاللي بغاهم كازا 0702 46 58 13، كازا 0702 46 58 13. مرحبا عليكم، عواشركم مبروكه، الله يدخلها عليكم بالصحه والعافيه وطرت العمر يا ربي وحنا وجميع المسلمين على بركه الله. عندي هذا الباك كما كتشوفوا فيه اللي هي موبرا لاسوا، موبرا لاسوا فيها 11 خدية على هذا الشكل. هذا كما كتشوفوا، كنقرب لكم الصورة باش تشوفوا السفيفة اللي فيه كيفاش دايرة. بالنسبة لهذا الباك هذا فيه 11 خدية ديال 90، فيه 11 خدية ديال 90 وفيه 13 متر في التلميطة. بالنسبة للتلميطة كلها محفرة. بالنسبه لهاد الباك اللي هي موبرا لاسوا شي حاجه اللي غزاله وكتجي في التفريشه زوينه من ناحيه التصبين، مداومه في التصبين صب نورد. وسمحوا لي بالنسبه للتصوير عندي ناقص، مع كان طاح لي التليفون والجاجه خسرات لي بحال تخدشات، ما عنديش التصوير مزيان. اما هما مباشره كتشوفيهم مباشره شي حاجه اللي غزاله، يعني شي حاجه زوينه. بالنسبه لهاد الباك اللي كتشوفوا فيه فرش هاد الطلميطه باش تشوفوا على الشكل ديالها كيفاش جات. كما قلت لكم فيه 11 خديه ديال 90 وفيه 13 متر في الطلميطه. بالنسبه للطلميطه 13 متر تفصلوها على عباركم، مخليها انا رولو باش تفصلوها على عباركم كما كتشوفوا. بالنسبه للمبرا، مبرا لاسوا حرير اللي هي مبرا ديال العالمي، شي حاجه اللي كاليتي زوينه. وها هما الخديديات ديالهم كما كتشوفوا، ها هما الخديديات ديالهم. فيهم 11 خديه ديال 90 وفيهم 13 متر في التلميطه، التلميطه محفره. الثمن ديالهم 1500 درهم. اللي بغاهم مرحبا به و الف مرحبا، يتصل بيا. كاين هاد النشار، ها هو باقي جديد، كنت خديتو ولكن دغيا تحولت لدار اخرى فيها عندي فين نشر. صافي ما بقيتش كاع استعملتو. قرب لكم حتى البلاستيك باش تشوفوا بلي ما فيه والو، باقي مزيان. ها هو اللي بغاه 4600، اللي بغاه يتصل بي على هذا الرقم اللي كتشوفو. سلام اختي، كديره بخير اختي؟ عندي هاد الثلاجه هادي ديال الطوموبيل، ها هي كيف كتشوفي، شي حاجه بقى مزيان، شي حاجه نقيه. ها هي اختي يعني كتخدم في الدار وفي الطوموبيل، يعني اللي بغاها كيخدمها في الطوموبيل، وملي كيوصل البلاصه اللي هو كاري ولا هو محتاج انه يبرك فيها راه كيبرونشي هنايا. ها هي كيف دابا عامله، انا كتبرونشي هنا
صافي وكتعيش حتى هذا كتبرونجا يعني بحال الثلاجه اللي عندنا حنايا كنخدموا بها في الدار. هذا كيتحيد هذا كيتبرونجا في الطونوبيل. اختي اللي باغاها 07/17/43/58 يعني بالنسبه لهذا راه باقي بالكارطون ديالو خادمين به مره واحده. بالنسبه للثمن اختي طالبه فيها 800 درهم حيت هذا مشري غالي بزاف. هذا مشري بوحدو 600 درهم وهي راه اللي غادي يعرف راه عارف الثمن ديالها يعني شي حاجه مزيانه راه معروفه الثمن ديالها. واللي بغى ان شاء الله ما يكون غير خير يتواصل معايا ان شاء الله ما يكون غير خير ان شاء الله والله ييسر الامور. السلام اختي كديره لاباس عليك بخير كنتمنىك تكوني بخير وعلى خير. اختي عندي شي معينات منهم هاد الكوكوط اختي ديال الانوكس راه هي كيف كتشوفي راه 6 لتر بالنسبه للتر راه 6 لتر هي اختي راه مازال نقيه غلقتها كتسد مزيان. عندي اختي هاد المونينكس ديال برا يعني كتنيل وعندنا ومعاه هادي ديالها داك الاكسسوارات ديالها يعني اللي كتخرج خيزو خيار داكشي الكورجيت يعني داكشي كيما بغيتو اما طول رقيقه بالعرض يعني كيما اي واحد بغاه. وعندي اختي هاد الهاشوار يعني باقا هادي باقا جديده هادو راه حيت على حسب ديك السنينات مديورين تاع الانوكس تاع الانوكس كيبان ليك. هما هادو ديالها هاد الاكسسوارات ديالها هادي باش كتصفي بها البيض هادي باش كطرب بها بحال هكا العجينه ولا اي حاجه. عندها واحده اخرى هاي كيف كتبان في الكارطون ديالها ناحيه البريز ديالها قصير على حسب كنت انا كنت غادي نخدمها ساعه البريز جاني قصير واخا غادي نهزها ما عنديش كيفاش غندير في التليفون باش نصور في نفس الوقت نطح يعني راه فيها البروميان وفيها الدوزيام. بالنسبه للنمره 06/17/43/30/58 مدينه كازا. واللي بغى شي حاجه يتواصل معايا ديك الساعه وان شاء الله ما يكون غير خير وشكرا لك اختي بزاف.